ولمناقشة التطورات في لبنان معنا الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن من صلاح الدين، مرحبا بك معنا. أهلا بكم. كيف وصلت أو وصل الاقتصاد اللبناني إلى هذه الأزمة الشديدة؟ يعني هو نتيجة تأجيل الأزمات، ما كانت تفعله الدولة اللبنانية دائما هو تأجيل أزماتها السياسية والاقتصادية عبر زيادة الدين العام حتى وصل إلى مستوى قياسي. بعد ذلك تم نقل جزء من الدين العام من دين عام محلي إلى دين عام خارجي، بمعنى أن أصبح لدينا دائنين أجانب وليس مجرد المصارف، وكانت هذه الديون بالعملة الصعبة. وسياسة الهروب إلى الأمام، الدين العام تجاوز العام الماضي نحو 100 مليار دولار، بينما حجم الاقتصاد الكلي لا يتجاوز 60 مليار دولار، بمعنى أن مستوى الدين العام هو يعادل نحو واحد فاصل ضعف، يعني 160% تقريبا من الناتج العام المحلي. هذا كان ينبغي أن يتم إعلان الخطر، ليس الآن، إنما قبل 5 سنوات، قبل فترة، قبل عدة سنوات. من يتحمل المسؤولية باعتقادك عن ما آلت إليه أوضاع الاقتصاد في لبنان؟ بتقديري أن الطبقة السياسية كلها تتحمل هذه المسؤولية، والهندسة المالية والاقتصادية للبنان، من هندس لبنان اقتصاديا وماليا هو يتحمل هذه المسؤولية، ومن منع الشفافية ومصارحة الناس في المشاكل وأدخل البلاد في ترهات وفي خسائر كبيرة نتيجة المحاصصة. الطبقة السياسية في لبنان كلها هي شريكة بهذا الخطأ، بهذه الكارثة التي وصلنا إليها. لا يمكن أن نستثني أحدا، لأن الكل شارك سواء في تغطية الفساد أو في حمايته أو في أن يكون هو جزءا من الفساد بطريقة أو بأخرى. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك طرفا واحدا يتحمل المسؤولية. لكن المحاصصة الطائفية كانت على رأس الأسباب لما يحدث الآن من أزمات في الاقتصاد اللبناني. نعم، طبعا الحال المحاصصة الطائفية والديمقراطية التوافقية التي تؤدي إلى تعطيل البلد حتى يرضى فلان أو علان من الناس، وثم عندما تأتي المسؤولية والمحاسبة الكل يتنصل، هذا نظام سياسي غير قادر فعلا على أن يعيش في هذا العصر القائم على السباق المستمر والحثيث بين اقتصادات الدول. وبالتالي النظام السياسي بطبيعته بوجوده هو هذا النظام التوافقي الذي يمنح قدرة التعطيل لأي طرف سياسي في لبنان. نعم، واضح. لا يمكن طيب أن ينجح في ضوء المعطيات السياسية الحالية، كيف ستنعكس هذه الأزمة وما أعلن مؤخرا اقتصاديا على المشهد السياسي اللبناني؟ يعني بتقديري أن الأحزاب التي تقود الحكومة من الخلف، يعني التي سمت الوزراء الموجودين من الآن، لا يبدو أن لديها خيار سوى خيار الهروب إلى الأمام. وهذا يعني أننا ربما سنكون أمام موجة جديدة من التظاهرات. أظن أن الخوف من فيروس كورونا هو قليلا يمنع نزول الناس إلى الشارع، لكن الضغط الاقتصادي الذي أصبح خلال الأشهر الأخيرة أضعافا على الناس ربما سيؤدي بتقدير إلى تحرك سياسي، عفوا تحرك شعبي ما يؤدي إلى تدافع سياسي. كذلك أظن أن شكرا لك أستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني.